دونك دابا في هذا الفيديو هذا بغينا نعملو ريكاب، يعني نتفكروا داكشي اللي شفنا على لي كلاس ولي زوبجي وهادي. ولكن اهم حاجه انا بغيت نطرح واحد في الاخر، بغيت نطرح واحد السؤال اللي هو غادي نحاولوا نجاوبوه في فيديوهات اللي ماشي، ولا نقول الفيديو اللي ماشي. واخا قلنا بان كاين جوج ديال الانواع ديال لي تيب دو دوني، كاين لي تيب بريميتيف ياك فحال انتجر، وكاين لي تيب اوبجي اللي هما ماشي من الكلاس فحال هاد عالية. قلنا كاين بزاف ديال الانواع، كاين بزاف ديال الفروق بيناتهم. الفرق الاولاني هو ان الطريقه باش كنديكلاريهم ماشي فحال فحال. واحد كتعمل تساوي، يمكن لك ما تعملش تساوي هنا مره ياك، وكتعطي لا فالور ديالو، تعطي القيمه. الاخر لا، الاخر كتعمل نيو، ملي كتعمل نيو كتعيط على واحد الكونستركتور ومن تما كتاخذ لوبجي ديالك. الفرق الثاني قلنا بان واحد فيهم سامبل واحد فيهم كومبلكس. علاش؟ لان انتيجر عنده واحد القيمه كياخدها وصافي، بار كونت لا كلاس يقدر يكون فيها بزاف ديال لي زاتريبي، وهاديك لي زاتريبي هاديك خصك كل واحد فيهم تعطي له لا فالور ديالو الا بغيتي. مي اون توكا ما كاينش شي حاجه بحال مثلا هاد عالي، هذا ماشي كيساوي واحد الحاجه، ولكن عالي دوت اسم كيساوي واحد الحاجه، وعالي دوت سن كيساوي واحد الحاجه اخرى ياك. الفرق الثالث اللي قلنا هو مهم بزاف، وكنأكد بانه مهم بزاف سيرتو ملي عاد بدات تكتب لي بروغرام ديالك وداكشي، هادي يعني كتلعب دور كبير، هو ان ملي كتعمل فاريابل ا كتساوي بي، الا كان ديك لا فاريابل من تيب سامبل بريميتيف، راه غادي في الميموار غادي تكريا واحد لانستونس وحده اخرى، غادي تكريا واحد لا فاريابل اخرى في الميموار ديالها بوحدها، وغادي تعطى لها القيمه ديالها. ولكن الا كان ديك لا فاريابل اوبجي، شنو غيوقع؟ غادي يوليو عندك جوج لي بوينتر، جوج الاسماء على مطاع واحد في الميموار. علاش هاد القضيه هادي مهمه؟ هاد القضيه هادي مهمه علاش؟ لان الا بدلتي من واحد الجهه كتبدل حتى الاخر. خصك تعرف واش عندك جوج الاسماء ديال لي فاريابل كيعنيو جوج الحاجات، ولا جوج الاسماء ديال لي فاريابل كيعنيو واحد الحاجه. في الفيديو اللي موراه شرحنا بان القضيه هادي كتوقع حتى ملي كندوز لي زارغيومون لا فونكسيون. دونك الا دوزت لي زارغيومون لا فونكسيون، الا ديك لارغيومون لي دوزت كان تيب بريميتيف، راه واخا نبدلو داخل فوسط لا فونكسيون ونعملو شنو ما عملتلو، ما كيوقع والو هذاك اللي دوزت كوم ارغيومون. علاش؟ لانه ماشي نفس المطاع في لا ميموار. وقلنا الا كان هذاك اللي كندوز اوبجي، دونك اي حاجه نعملها فوسط لا فونكسيون توقع له. علاش؟ لانه هما جوج الاسماء كيبوانتيو نفس المطاع في لا ميموار. مزيان. الفيديو الاخراني مره قلنا كونستركتور تقدر تعمل منه بزاف، يعني تقدر تعمل كونستركتور بلا ارغيومون، كونستركتور كياخد واحد الارغيومون، كونستركتور كياخد جوج لي زارغيومون، ولكن ما يمكنش عندك يكون عندك جوج لي كونستركتور كياخدوا نفس التيب دارغيومون. باينه علاش؟ لان الا كان عندك جوج بيهم كياخدوا تيب دارغيومون، ملي عاد تعيط له الكومبايلر ديالك كومبيلاتور ما يعرفش شمن واحد غيعيط، دونك هذا كيعيطوا له كا امبيغو، ياك عيتلف ما يعرفش شمن واحد فيهم غياخد. دونك دائما خصو لي تيب دارغيومون ما يكونوش بحال فحال. بين قوسين قلنا بان هذه القضيه هذه صحيحه حتى لي فونكسيون، الا بغيتي تجربها جربها، كتب واحد لا فونكسيون وكتب فونكسيون واحده اخرى بنفس الاسم، عندها نفس الاسم، غير شنو واحده مثلا كتاخذ جوج لي زارغيومون، واحده كتاخذ واحد لارغيومون، ولا حسب ملي غاتعيط لها شحال لي زارغيومون غادوز غاتاخذ لك واحده ولا اخر، ماشي غير العدد لي زارغيومون حتى النوع لي زارغيومون. دونك الا كان عندك جوج لي زارغيومون سترينغ سترينغ، ماشي فحال اللي كان عندك جوج لي زارغيومون انتيجر انتيجر. مزيان. هاد لي زوبجي هادو كنعملوهم واحد لا كلاس، ديك لا كلاس حنا اللي كنديفينيوها، كندخلو كنكتبوها كيما كتبنا هاد لا كلاس بنادم، كنقولو ها هما لي زاتريبي ديالنا اللي هما قلنا الصفات ديال لا كلاس، وقلنا ها هما لي ميثود، ياك الكونستركتور هو واحد من لي ميثود، وبدينا كنعيطو له، بدينا كنستعملوه. مزيان. مثلا انا انجيني هنايا حيت هاد ليكزومبل ما عملناهش، نقدر نزيد انا واحد لا ميثود بنادم هنايا، مثلا نعمل هنايا بابليك، نعمل فويد ياك، وغنسمي هنايا غنسمي بحال مثلا هنايا كنعمل كنبقى نعمل سيستم دو سبرينز، بغيت نعمل لنداخل مثلا، نكوبي هادي وغنعمل واحد لا ميثود غنسميها برينت اسم سين، وبغيت منين نعمل هادي يبرينتي لي السن ويبرينتي لي الاسم. خا دونك الا بغيت نعيط على هاد الفونكسيون هادي برينت اسم السن، انا عندي اوبجي هنايا اسمه بنادم، غنحيد هاد برينت لاين هادي ونعمل علي دوت برينت سن اسم. شا
انا عيط لها دابا الى عملت ران فايل هذه خرج لي هذه هي برنس اسمي دونك نقدر نزيد نديفيني لي ميثود على حسب شنو بغيت نعمل داكوغ دونك هذا ملي كنديفيني الميثود في الكلاس كنقدر نعيط لها من اي اوبجي مزيان وليك لوبجي عنده لي زاتريبي ديالو يقدر يكون ديك لي ميثود يقدروا يكونوا كيستعملوا لي زاتريبي كيما ملي عملت برينت هنايا عملت برينت هادي ستون ميثود ولكن هنايا عيط على واحد من لي زاتريبي باش نبرينت مزيان مزيان دابا الا فهمنا هاد القضية هادي انا غادي نطرح واحد السؤال وغادي نشد هاد الفيديو باش نجاوبو عليه في الفيديو اللي ماجي وهاد السؤال هادا من الاول اللي بدينا هاد الدروس هادو وحنا كنستعملو في شي حوايج وما كنعرفهمش منين وانا كيعجبني نخلي حتى تفهم الحاجه منين ما جا عاد نهضر عليها فهمت ما بغيتش من الاول نبدا نهضر بالتيوري شنو هي كلاس شنو هي اوبجي بغينا نتعلمو في الاول شنو هو نيت بينز وشنو هو هذا وكيفاش نستعمل هادي دونك هي هي الحاجه اللي بغيت السؤال اللي بغيت نطرح عليك مثلا جدنا هنايا هاد الفاريابل هادي مثلا ديفولت ليست موديل ياك هادي هي كانت ديك ليست موديل اللي هي كنعمل لها دوت اد اليمنت وداكشي باش كندخل لي زاليمون في لا ليست هنا هي ديك لا ريزا مثلا كتساوي نيو يعني عيطت على كونستركتور ديفولت ليست موديل السؤال ديالي هو الا كانت هاد الفاريابل ليست موديل من نوع ديفولت ليست موديل شنو كيعني هذا كيعني بان ليست موديل اوبجي والكلاس اللي ما جي منها هي ديفولت ليست موديل مزيان دابا السؤال ديالي شنو هو السؤال ديالي هو ان ملي استعملنا بنادم حنا اللي كتبنا لا كلاس بنادم لا كلاس ديفولت ليست موديل شكون اللي كتبها فين هي ني جبناها فين هو ديك الفيشي ديالها اللي في حاله دا اللي فيه كيشرح لك لي زاتريبي هادي شكون اللي كتب هاد لا كلاس هادي وطرح نفس السؤال على جميع لي كلاس اللي استعملنا هاش ماب ملي كتستعمل هاش ماب ديكشنري ملي بغيتي ديكلاري كتعمل ديكشنري كتساوي نيو بلا بلا اي دوز كاع على لي فاريابل اللي عندهم نيو وسقسي راسك منين جات ديك لا كلاس شكون اللي كتب ديك لا كلاس وكيفاش كيفاش حنايا عاد كنجيو كنبداو نستعملوها حيت الا عرفنا كيفاش كنقدروا نجيو نبداو نستعملوها ديك الساعه نقدر نطرح على راسي سؤال اخر وهو كيفاش نقدر نخلي بنادم اخر يستعمل هاد لا كلاس ديالي انا بنادم بما ان شي واحد عمل لا كلاس هاش ماب وعمل لا كلاس ديفولت ليست موديل وانا كنقدر نستعملها بلا ما نبقى نشوف فيها ولا كي بلا ما نبقى نشوف كيفاش كتبها ولا بلا ما نحمق راسي عا كنشبرها كنبدا نستعملها كيفاش هما عملوا هاد القضيه والا عملوها كيفاش نعملو حنايا لي كلاس ديالنا يوليو الناس كيستعملوهم هذا هو السؤال اللي بغينا نجاوبو دونك تلقاو في الفيديو اللي ما جاي وبالصحه والراحه لي كلاس ولي زوبجي هذا واحد الكونسيبت مهم بزاف والحاجه اللي بغيت نشد بها هو خصك تعرف بان ملي كنكونو كنبروغراميو كنستعملو لي زوبجي هادي كتسمى بروغراماسيون اوريونتي اوبجي اوبجيكت اورينتد بروغرامين تلقاو في الفيديو اللي ماشي